كلاكيت تاني مرة، معلش هتشوفوني تاني ان شاء الله بكره بقى ان شاء الله اخر مرة باذن الله. اخر حاجة هتقفل بيها وانا ان شاء الله برضه، يعني هما ثلاث مرات كده دي كلاكيت تاني مرة، يعني لما هقفل لما تشوفوني بقى تعرف المؤتمر خلص، واخد بالك ازاي؟ حبيبي يا دكتور محمد، بشكر الدكتورة أميرة، يعني تلمستي بنتي، أقول أختي الصغيرة، أقول زي كده مش عايز أكبرها أو أصغر، لا أكبر نفسي أو أصغرها. ماجستير، لا بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، أستاذ مساعد، وإن شاء الله أستاذ قريب. كل ده كانت رحلة معايا ورحلة جميلة الحقيقة، علما وخلقا الحقيقة. يعني هنتكلم على حاجة بقى كده يعني شوية مختلفة عن الليراجلوتايد، واحد من يعني من اهم الادويه للجي ال بي 1 ريسبتور اجونست بياند جلايسيميك كنترول. الحقيقه في حاجه كده في الميديسن مش عارف انتوا تعرفوها، اسمها بليوتروبيك افكت. بليوتروبيك يعني معناها ان انا بدي دراج له انديكيشن معين، بس اكتشفت بالممارسه ان له اذر انديكيشنز. ندي مثال كده، الاستاتينز مثلا. الاستاتينز كوليسترول لورنج دراج، لكن لما اجي مثلا عيان عند اكيد كورونري سيندروم او مركب قسطره او بيعمل ستنت وبديه لارج دوز ستاتين، انا مش بديها عشان نزل الكوليسترول، اكيد له فايده تانية اللي هو انتي انفلاماتوري وانتي ثرومبوجينيك وانتي بروليفراتيف، وبيزود النيتريك اوكسايد وبيقلل الفازو اكتيف ماتيريالز وبيحسن البيولوجي. يعني معناها ان له فوائد بياند فيتامين دي. انا كان الحقيقه عندنا محاضره قيمه على فيتامين دي، بس الحقيقه الدكتور وائل فراج اعتذر، يعني ربنا يديله الصحه. المهم كلمه بياند معناها ان خلاص هو جلوكوز لورنج دراج، هل له فوائد بياند جلايسيميك كنترول؟ احنا مثلا خدنا الاس جي ال2، احنا قلنا ان لها برضو ايه بنفس، فهنشوف بقى نناقش مع بعض. وعلى فكره الليراجلوتايد نازل في مصر دلوقتي حاجه اسمها الساكسندا، لو تسمعوا عنه. الساكسندا ب 3 مللي جرام، ده ويت ريديوسنج دراج موجود حاليا، وهيعملوا لونش اعتقد نوفو بكره او حاجه زي كده في جي دبليو ماريوت، لانه اول مره ينزل مصر يعني. وهو دراج اف دي ابروفد كويت ريديوسنج دراج اللي هو الساكسين ده 3 مللي جرام، انما ليراجلوتايد 6.1.8 مللي هنتكلم عليه كمان شويه. طبعا لسه انا قلت الكلام ده قبل كده هكرره تاني، السكر ما هواش فقط هايبرجلايسيميا، هو كارديو فاسكولار ايكويفالنت ديزيز، هو كارديو فاسكولار ديزيز تمام. وبرضو اللي قاري ميديسن كويس يعرف ان برضو الكارديو فاسكولار ايكويفالنت ديزيز هو الكورونيك كيدني ديزيز. لو انتوا تعرفوا ان عيان الكورونيك كيدني ديزيز ما بيموتش غالبا من اليوريميا، بيموت برضو من الكارديو فاسكولار كومبليكيشن. عيان الدايابيتس زي ما قلنا برضو في المحاضره قبل كده بيموت من الكارديو فاسكولار كومبليكيشن، سواء الكارديو فاسكولار كومبليكيشن دي مايكرو انجيوباثي تمام، كومن ستوكوز اوف بلايندنس، او كومن ستوكوز اوف لوس اوف سي من بين 18 لحد 74 سنه، برضو كومن ستوكوز اوف كرونيك كيدني ديزيز والاندسيج رينال ديزيز، وبعدين برضو الكومن ستوكوز اوف نون تروماتيك امبيوتيشن وان اوف ذا كومن كوز، مش عارف ايه اللي حصل. خلاص تمام كده، يبقى دي اللي بنسميها المايكروفاسكولار النيوروباثي والنيفروباثي والريتينوباثي تمام. طيب لو جينا للماكروفاسكولار بقى، الاثروسكليروزز كروناري والسريبرال وبريفرال، طبعا نسبه الستروك ونسبه الهارت فيلير ونسبه المايوكاردال انفاركشن والاكيد كورونري سيندروم من 2 ل 4 اضعاف النون دايابيتيك بيشنت تمام، سواء بقى بريفرال ارتيريال ديزيز برضه كومن ستوكوز اوف نون تروماتيك امبيوتيشن تاني وتالت. وما ننساش من الكلام ده انت بتعالج عيان عنده فاسكولار ديزيز مش ميتابوليك ديزيز تمام. اما نيجي نشوف التارجت اوف اكشن اوف ذا كارنت افيلابل انتي دايابيتيك دراج، هنرجع لديفرونزو. ديفرونزو هو اساسا ايطالي بس قاعد في امريكا، يعني واخد الجنسيه الامريكيه، طلع حاجه اسمها اومنياس اوكتيت الاوميتسوماني القاتل، مش عارف تسمعوا عنه، هنقوله كده بسرعه عشان نفهم كده القصه ديت ونفهم التارجت عشان نسهل على نفسنا لما نيجي نذاكر كده. نقول ايه البنكرياس فيه كام نوع من السيرف الايلت سيلز، في الفا وبيتا وفي دلتا تمام. خلينا في الالفا والبيتا، البيتا بتطلع ايه؟ انسولين، فبيروس بيتا سيل فيلير تمام. طب الالفا كان مفروض ان الجلوكاجون يحصل له ايه لما السكر يعلى؟ الجلوكاجون يقل، لا الجلوكاجون هنا هيعلى، يعني السكر عالي تمام والانسولين قليل ومان ايه ليه؟ عشان الباراكراين افكت، يعني لما الانسولين بيقل تمام ايه بيحصل؟ ايه الجلوكاجون المفروض ان هو ايه الباراكراين، المفروض الانسولين بيزيد بيقل الجلوكاجون سكريشن، لما الانسولين يقل الجلوكاجون بيعلى، يعني عكس المتوقع، المفروض السكر عالي الجلوكاجون يقل. يبقى عندي الفا وبيتا سيل ديس فانكشن، ادي اثنين هم من الثمانيه
بعد كده في حاجه اسمها انسولين ريزيستنس. لما اتكلم عن انسولين ريزيستنس انا بتكلم عن لوس اوف ذا بيولوجيكال اكشن على الثلاثه اورجانز اللي هو مين؟ المسل والهارت والاديبوس تيشو. يبقى ثلاثه انسولين ريزيستنس، الاثنين الاولين دخلنا في كام؟ في خمسه. بعد كده دور الكدني. الكدني لما هتسنس تلاحظ ان السكر بينزل بكميه كبيره كان المفروض تعمل ايه بقى؟ هتعمل ايه؟ بتبريزيرف الكالوريز، هي خايفه ان الكالوريز تنزل بكميه كبيره. ففي حاجه اسمها صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر، ده بيبقى اكسبريس بنسبه عاليه وبالتالي بيزود الري ابزوربشن اوف ذا جلوكوز من البورسن كونفرت تيوبيول، يعني كانه بيعلي السكر زياده لان الكدني بتخاف ان يبقى فيه لوس اوف كالوريز، تمام؟ فبالتالي بتزود، ده عكس المتوقع عشان كده السكر بيعلى، مش كده؟ الكدني بتعمل دور تاني بتزود الجلوكونيوجينيسيس. يعني ايه جلوكونيوجينيسيس؟ فورميشن اوف ذا جلوكوز من نون كربوهيدرات سورس. 80% من الجلوكونيوجينيسيس ده على مستوى الليفر، 20 على مستوى الكدني، هي بتزود الجلوكونيوجينيسيس. يعني الكدني لها دور انها بتزود الري ابزوربشن جلوكوز، يعني الثريشولد بيبدا ايه؟ بيبدا يزيد. يعني السكر الناس 250 او 300، في الطبيعي 180 زائد الجلوكونيوجينيسيس. يبقى دخلنا في حد كام دلوقتي؟ في ست حاجات. بعد كده نيورو ترانسميتر ديفكت على مستوى البرين. بقي لي بقى الانكريتينز. الانكريتين دي مجموعه من الهرمونز بتطلع من الجي اي تي، المفروض بتزود الايه؟ الانسولين سيكريشن بوست برانديال، تمام؟ مسؤوله عن 70% من البوست برانديال انسولين سيكريشن، لان الانسولين له تو فيسز، حاجه اسمها بيزال انسولين وحاجه اسمها برانديال انسولين في تو فيسز، تمام؟ الانكريتين ديت اشهرهم الجي ال بي 1 الجلوكاجون لايك بيبتايد 1، بيطلع من التيرمينال اللي حاجه اسمها ال سيلز، بيطلع الهاف لايف تايم بتاعه قليل، هنتكلم عليه كمان شويه، تمام؟ بيكسر بانزايم دي بي 4. طب وجدنا ايه؟ ان الانكريتين هنا بتقل في السكر. يبقى دخلنا في 8 حاجات. نشوف بقى كده دور الادويه طالما احنا فهمنا الباثوجينيس. نشوف مع بعض، احنا عندنا مش عارف ده بيقلب ولا ايه، فقدنا التقريب. الله، طب نرجع تاني. اوكي تمام. لو انا جيت على مستوى، بس ما عنديش بوينتر، يعني على مستوى البيتا سيل. اوكي، احنا قلنا في بروجريسيف بيتا سيل فيلير وبعدين، تمام؟ يبقى انا عايز ازود الانسولين سيكريشن. هزود الانسولين سيكريشن، انا قلت من الحضره الاولانيه في عندي جلوكوز ديبندنت مانر وجلوكوز اندبندنت. بوينتر تمام اهو، ممكن ازود الانسولين سيكريشن بجلوكوز اندبندنت مانر، يعني وات ايفر بلاك جلوكوز مي بي هيشتغل، اللي هو السلفونايل يوريا والميجلينفايتس اللي هو الشورت اكتنج انسولين سيكريتاجو. طيب المجموعه دي بقى اسمها انكريتين بيز ثيرابي. انا عايز ازود الانكريتين، لا اما ادي دراج يعمل انهبيشن للانزيم ده، لا اما ادي دراج من بره ما بيتكسرش بالانزيم زي ما هنشوف دلوقتي اللي هو جي ال بي 1، يبقى دي بتشتغل على البيتا سيل. طيب نيجي على الالفا سيل، الجلوكاجون اصلا عالي، الدرج الوحيد اللي هو بيقلل الجلوكاجون سيكريشن هو الانكريتين بيز، اللي هما الاثنين دول هما ده هم. طيب انا بشتغل على الابيتايت او اشتغل على السنترال افكت، انا بشتغل على الجي ال بي 1 ريسبتور زي ما هنشوف دلوقتي. طب انا عندي ثلاثه بيولوجيكالي اكتيف اورجان اللي هما مين؟ الليفر والمسل والاديبوس تيشو الانسولين سنسيتايزر. انا قلت الصبح ان الميتفورمين بيشتغل مينلي على الليفر تو ليس اكستنت على المصر، لكن بيشتغل على الثلاثه دول التي زي ديز اللي هو البايوجليتازون. طبعا هنيجي بقى على الكدني، ان انا عايز اوه هقفل بقى الابزوربشن، يبقى بالتالي بتكلم على الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر، تمام؟ يبقى هي دي الادويه الافيلابل دلوقتي عشان بتعالج السكر، عشان بس ببدي كده اوفر فيو قبل ما ندخل على الموضوع. طب نيجي بقى لموضوعنا الانكريتين بيز ثيرابي. احنا قلنا الجي ال بي 1 اخباره ايه في عيان السكر؟ الجي ال بي 1 قليل، بس هو بيتميز ان هو الاكتيفيتي بتاعته از بريزيرفد، تمام؟ عكس حاجه اسمها جلوكاجون لايك انهبيتور بيبتايد، قصه ثانيه كده، واحد ثاني كده هو مشكلته ان هو ما بيشتغلش كويس، انما الجي ال بي 1 في الدايبيتيك بيشنت بيشتغل، بس هو كميته ايه؟ قليله، تمام؟ تمام. طب انا عايز ازود الكميه بتاعته ديت، اعمل ايه؟ لا اما ان انا ادي، هو بيتكسر بانزيم اسمه دايبيبتايد بيبتايديز 4، ده بيكسره، عشان كده الهاف لايف تايم بتاع جي ال بي 1 لا تتعدى دي ال دي او نص. ابدي انهبيتور زي ما هنشوف دلوقتي، زي السيتا جليبتين والدا جليبتين والمجموعه دي كلها على بعضها واللينا جليبتين والال جليبتين المجموعه دي. او ادي من بره جي ال بي 1 ما بيكسرش، ما بيتعرفش عليه الانزيم ده ما بيتعرفش عليه انالوج، تمام؟ جي ال بي 1 ريسبتور،
تمام؟ لاما مجموعه الاكزنتايد جروب زي الاكزازينتايد زي الدكتور ايمن اتكلم عليه، او الجي ال بي 1 انا ايه انالوج اللي هو ده. كلمه انالوج يعني ايه؟ حد فاكر؟ لما اقول انالوج، انالوج ان انا بجي بغير في البايوكيميكال ستراكشر للموليكيول، انسولين انالوج، بس شرط ان انا اعمل ايه؟ احافظ على البيولوجيكال افكت، لازم يشتغل. لكن الايم بتاعي الامبروف الفارماكوكاينيتيك والديناميك، ان انا احسن الكاركتر بتاع الموليكيول، اخلي لونج اكتنج، اخلي شورت اكتنج، اخلي مش ديجريد، اخلي سايد افكت، اخلي الافكت بتاعه احسن، بس في نفس الوقت ما اقللش البيولوجيكال اكتيفيتي بتاعته. يبقى ده مجموعه الانكريتين بيز ثيرابي. تمام، بعد كده نيجي بقى نشوف كده انيميشن كده لطيفه، يعني ايه بقى الجي ال بي 1 والقصه دي. الجي ال بي 1 له ريسبتورز اهوت، دي جي ال بي 1 ريسبتورز اهيت، وده جي ال بي 1 في البلد المفروض هيتكي على ريسبتورز كده، حاجه اسمها ترانس ميمبرين 7 بروتين ترانس ميمبرين ريسبتورز، مش مهم الاسم قوي. ده هتتحد مع دي، نشوف مع بعض كده، نكمل مع بعض الرسمه. ده الجي ال بي 1 فين؟ في الهيلثي سبجكت. عمل ايه؟ دخل على الالفا البيتا سيل، طلع انسولين، ده الطبيعي خلاص، ده الطبيعي. نشوف بقى في الدايبيتيك بيشنت القصه شكلها ايه. قليل كان الاول كميته كتيره، برضه هيتحد مع الريسبتور، هيطلع انسولين بس بكميه اقل، كميه اقل خلاص، ادى السكر. تمام، طب انا عايز بقى ازود الجي ال بي 1، لا اما ادي بقى ايه دي دي بي 4 انهبيتور، حاجه تعمل انهبيشن للانزيم اللي بيكسره، لا اما ان انا ادي حاجه انالوج ما بيكسرش بده. نشوف مع بعض ان اكتيفيتد بالاي دي بي 4 خلاص، تمام اهو دي بي 4 بيكسر اهو خلاص. تمام، طيب عايز اعلي بقى الاي دي بي جي ال بي 1، تمام، اعمل ايه بقى؟ لا اما ادي دي بي 4 انهبيتور، لا اما ادي انالوج، الانالوج ده ما بيتكسرش بالايه؟ بالانزيم ده. نشوف مع بعض اهو الانالوج اهو، الانزيم ده بيتكسرش بالانالوج، هو الاصفر ده، ده الانالوج الدرجه اللي انا مديه من بره، وبالتالي هيزود الانسولين سكريشن زي الهيلثي سبجكت. خلاص كلام واضح؟ تمام. طيب جي ال بي 1 بيشتغل على ديفرنت باثوجينيتك ديفكت، احنا لسه قايلين في 8 ديفكت، تمام؟ بيشتغل على ايه فيهم بقى؟ بيشتغل على حاجات كتير قوي. اولا بيشتغل سنترالي، تمام، الدي بي 4 انهبيتور الفرق الجوهري بينها وبين الجي ال بي 1 انالوج ان دي بي 4 انهبيتور بتزود الجي ال بي 1 فيسيولوجيكال، يعني بتوصله للنورمال ليفل، انما لما ادي من بره جي ال بي 1 انا بدي فارماكولوجيكال ليفل بتاعه اضعاف اضعاف الاي دي بي 4، ودي الميزه النسبيه للجي ال بي 1 اجنست عن الدي بي 4. دي فور انهبيتور بتزود للنورمال، الشخص نورمال، انما هنا بتدي سوبرا فيسيولوجيكال او فارماكولوجيكال ليفل اعلى. طيب لما انا بزود الايه الجي ال بي 1 بفيسيولوجيكال ليفل زي دي فور انهبيتور، انا بشتغل على الالفا والبيتا سيل، يعني بعمل ايه في البيتا سيل؟ بزود الانسولين سكريشن بجلوكوز ديبندنت مودل. ما ننساش انا قلت قبل كده انه بيعمل نيوجينيسيس وبيعمل بيقلل الابوبتوزيس، يعني بيعمل ريكفري للبيتا سيل، الكلام ده قلته في الاول. طيب المره دي بقى ايه؟ لما بيشتغل على البي على الالفا سيل بيقلل جلوكاجون، ده بس ده الاكشن بتاع دي بي 4. لكن الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست بالاضافه لكده بقى له ادد افكت، الادد افكت انه بيشتغل سنترال، ان هو بيقلل الابيتايت، بيشتغل على ساتايتي سنتر في الهايبوثالامس فبيقلل الابيتايت. تمام، طبعا هو بيقلل جلوكاجون اهو، ده بالنسبه لدي بي 4 انهبيتور. لكن لو انا جيت بقى للجي ال بي 1 بالاضافه بقى لكده اللي هو جي 1 ريسبتور هيشتغل سنترال اهو، تمام، برضه بينقص الهيباتيك جلوكوز برودكشن، لكن له حاجه مهمه قوي بقى ان هو بيديلي الجاستريك امتنج وبيقلل ابسوربشن جلوكوز من الانتستين، ديليت جاستريك امتنج. اوكي خلاص، يبقى هو له سنتر، عشان كده الدراج ده له ميزه كبيره اللي هو بيعمل ايه بقى؟ ويت ريدكشن. انا لسه قايل استاكسين ده اللي هو نوع من جي ال بي 1 ريسبتور اجونست بدوز كبيره، ده دراج ايه؟ reducing drug، بمعنى اخر ان هو حتى بيمضي الجلايسيميك كنترول. تمام، نيجي بقى نشوف تركيب الايه الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هو الليراجلوتايد. تمام، ده الجي ال بي 1 العادي الطبيعي اهوت، وله بقى افكت كتير. احنا لسه قايل في اول المحاضره ان هو ايه، ان له بليتروبيك افكت، افكت بيمضي، احنا قلنا بينقص السكر سنترال افكت،
بنقص الجاستريك امتنج بيقلل الجلوكاجون بيزود الانسولين سيكريشن جلوكوز ديبندنت مانر. طيب له بليوتروبيك افكت، وجدوا بقى ان جي ال بي 1 ريسبتور دي موجوده في اماكن كثيره جدا في البودي. اولا موجوده في الهارت، له كارديو بروتكتيف افكت، وده اللي اكدت عليه ليدر ستدي. احنا قلنا من شويه لما يكون عيان عنده اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن تمام ودايابيتك، بيبقى اول شويس ليا مين؟ الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. تمام، هو له يعني بليوتروبيك افكت على الهارت، هو بيحسن مايوكارديال كونتراكتيليتي، بيحسن الفلو تمام على مستوى البرين، اتفقنا بيشغل سنتر على البرين، طبعا بيقلل موتيليتي وبيقلل الجاستريك ابزوربشن وبيقلل الجاستريك امتنج. تمام، بالاضافه لكده طبعا زي ما اتفقنا على البلاد فيزلز برضو على الكيدني له نيفرو بروتكتيف افكت وبيعمل ناتوريسيز. يعني بمعنى اخر ان هو بيشتغل على ميكانيزمات كتيره بياند الجلايسيميك كنترول. تمام، ان شاء الله جي اي تي اهو زي ما اتفقنا. تمام، لو جينا اللي انا قلت من شويه ايه الفرق بين الدي بي بي 4 انهبيتور وبين جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هو ليراجلوتايد او الفيكتوزا. قلت الدي بي 4 انهبيتور بتزود فيسيولوجيكال، انما دي كانت بتزود فارماكولوجيكال. تمام كده، لما عملوا حاجه اسمها سويتش ستادي، عيانين كانوا ماشيين على دي بي 4 انهبيتور وبعدين قلبوا على ليراجلوتايد او قلبوا على جي ال بي 1 ريسبتور اجونست، شوف البرسنت ريدكشن اوف ذا هيموجلوبين اي 1 سي قد ايه، اضعاف. عشان كده هو ده كومبارابل للانسولين. يعني لو هنشوف الافيكاسي اوف ذا انتي دايابيتيك دراج تمام، هنلاقي اعلى حاجه الانسولين شبهه في نفس البتاع، وهنشوف الكلام ده الاستاديز قالت الكلام ده شبهه الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست. دول دي السكه الواحده، يجي بعد كده يجي السلفونايد يوريا، بعد كده يجي بقيه الادويه كلها بقى شبه بعض. يعني لما احط الهايست افيكاسي انا بحط الانسولين ومعاه الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ده، مش الدي دي بي 4 انهبيتور. تمام، طيب برضو في الليرا سويتش، الناس اللي هم كانوا ماشيين على سيتا جليبتين او ماشيين على دي بي 4 انهبيتور وقلبوا على انسولين، البروبوشن اوف ذا بيشن، يعني خدوا بالكم هم بيعرفوا بحاجتين، البرسنت ريدكشن اوف ذا هيموجلوبين اي 1 سي والبروبوشن اوف ذا بيشن وصلوا التارجت. اللي وصل التارجت هو كام؟ هيموجلوبين اي 1 سي 7. تمام، يعني قد ايه من العينين قدروا يوصلوا 7 وقد ايه البرسنت ريدكشن اوف ذا هيموجلوبين اي 1 سي. برضه هنا اهوت واضح البرسنت اوف ذا بيشنت اللي وصلوا 7 اعلى من السيتا جليبتين اهو. تمام، سواء بقى انا واخد الاي دي اي كرايتيريا اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي 7 او واخد الاي سي اي اللي هو 6.5. يعني الامريكان سيشن كلينيكال اندوكرينولوجي التارجت بتاعها مش 7، هو الاي دي اي اللي 7، انما الامريكان سيشن كلينيكال اندوكرينولوجي 6.5. سواء خدت الكرايتيريا او دي او دي، البرسنتج اوف ذا بيشنت اللي وصلهم الكنترول كان تقريبا ضعف العيانين اللي كانوا ماشيين على الايه الدي بي 4 انهبيتور. لما باخد بس كده برضو، انتوا عارفين الالم بتاع الليراجلوتايد او الفيكتوزا بيبدا من 6 من 10 وبعدين 1 و2 1 و8 اخره، انما لما هتشوفوا السكسين ده الالم بتاع الويت ريديوسنج ده 3 ملي جرام. يعني الليراجلوتايد اخره اخر حاجه له 6 من 10، 1 و2 1 و8. تمام، فهم ممكن يدوا ليراجلوتايد 1 و2 او 1 و8 فيرسس السيتا جليبتين اهو برضه على مدى 52، حاجه بيسميها ديورابيليتي اوف ذا دراج، يعني دو على مدى سنه لقوا سستينبل افكت. طيب الستاندرد اوف كير 2021، انا قلت الكلام ده يعني الصبح بقى، يعني مش عارفين هنعيد تاني. قلنا ان احنا بنبدا طبعا باللايف ستايل، متفورمين مع كومبرهنسيف لايف ستايل، واتفقنا ده شرط اساسي، والاديوكيشن اوف ذا بيشنت. بعد كده بسال نفس السؤال التقليدي، انت عايز بقى ايه؟ عندك اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن، عندك هارت فيلر، عندك كورونري كيدني ديزيز، ده كاتيجوري لوحده. ما عندكش، بتشوف ثلاث حاجات، الهايبوغلايسيميك ريسك والويت وايه والكوست. اتفقنا لما يكون بقى بعد كده على طول بنعمل ايه؟ بنشوف ما وصلش التارجت، بنسال نفسنا السؤال ده. الكلام ده انا قلت طبعا السلايد انا قلتها قبل كده عشان ما نكررهاش تاني، وقلت ايفن لو العيان وصل التارجت، ايفن لو وصل التارجت والعيان ده هو من العيان اللي عندهم كومبليكيشن كارديوفاسكولار كومبليكيشن او ات ريسك جروب او هارت فيكولار كيدني ديزيز، ايفن ده هندي مين؟ هنبدا في الايه بالجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، ونبدا نضحي بدواء بالادويه ديت او انزل التارجت بتاع. الكلام ده انا قلته مش عايز بس اقوله تاني. وقلت ان انا الترتيب اذا كنت عندي الاثيروسكلروتيك كومبليكيشن بريدومينيت او هو ات ريسك، الكلام الجديد في 2021 بقى ات ريسك،
مين البريفيرابل دراج عندنا؟ الجي ال بي 1 تمام. بعد كده يجي مين؟ اس جي ال 2. قلنا طبعا احنا عندنا يعني اوبشنز كتيره، لان في دواء ممكن يبقى كونتر انديكيتد، دواء يبقى فيلد، دواء له سايد افكت، دواء العام ما يعرفش يشتريه، فلازم يبقى عندي فرايتز. والله جاب نتيجه ولا ام جود، ما جابش نتيجه اعمل كومباينيشن، ما جابش نتيجه ممكن ان انا اضيف ادويه ثانيه وهكذا. لكن لو انا العيان كرونيك كيبني ديزيز او هارت فيلير، هيبقى الموضوع بس الموضوع هيتقلب شويه، ده يجي مكان ده وده يجي مكان ده كروس اوفر. طبعا لو انا بقى عندي الموضوع اللي مش مجموعه دي، هبص الكونسيرن بتاعي عن طبعا ادويه، عندي كذا دواء اهوت انكلودنج البيزر انسولين. اذا كان الكونسيرن بتاعي الهايبوغلايسيميا زي ما اتفقنا، هطلع من حساباتي مين السلفونيلوريا والانسولين، طبعا هيبقى جي ال بي 1 ريسبتور اجونست ودي بي 4 انكريتين بيزد، او ان انا معايا الايه التي زي ديز. اذا كانت الويت جين طبعا الويت طبعا، اذا كان عيان وزنه زايد يبقى جي ال بي 1 طبعا نمره واحد، اذا كان هو اصلا من غير دايابيتك بيشنت، هو دواء معترف بيه كويت ريديوسك اللي هو الساكسندا اللي هو 3 مللي جرام، مش ال 6 ولا 1.2 ولا 1.8، ال 3 مللي جرام في النون دايابيتك تمام. بعد كده الكوست بقى زي ما اتفقنا قلناها اكتر من مره، ما عادش بيلد حيله بقى غير السلفونيلوريا والتي زي ديز تمام. وده بقى الكلام اهوت نفس الكلام، ده 2021 اكدت نفس الكلام، ما فيش كلام جديد تمام. نشوف بقى مع بعض تمام. اوكي نشوف اذا كان العيان عنده كرونيك كيدني ديزيز او عنده هارت فيلير، هيبقى زي ما اتفقنا ترتيب الاولويات اس جي ال 2، بعد كده يجي مين؟ جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. اذا كان عنده اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن تمام، احنا قلنا او هارت فيلر كرونيك كيدني ديزيز، اذا كان اثيروسكلروتيك كارديوفاسكولار كومبليكيشن ده، يبقى بالتالي جي ال بي 1 بعدها كده يجي ستون جلوكوز كونترول هارت فيلر كرونيك كيدني ديزيز بنعكس. اظن بقى خلاص حفظتوا الكلام ده احسن مني بقى تمام. اوكي تمام. طب اذا كده الهايبوغلايسيميا هي البرايوريتي، برضه جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. داخلين على رمضان، على فكره دي من الادويه كويسه جدا في رمضان. اولا ان هي ويت ريديوسنج، معظم الناس بتطلع في رمضان تخان. انا بكره ان شاء الله هتكلم على الدايابيتس في رمضان في الاخر كده، ودايابيتس الكوفيد، واخر حاجه 2021 والانتي دايابيتك دراج في الكوفيد بيشنت. اللي عايز بقى يسمع بقى اخر محاضره يعني دايابيتس والرمضان والدايابيتس والكوفيد، وايه الدراجز وايه الجايد لاينز الجديده، وهم الدايابيتك بيشنت ايه مشاكلهم مع الكوفيد وكده، ان شاء الله هيبقى بكره باذن الله. الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست ده اذا كنت الريسك بتاعه الهايبوغلايسيميا. طيب اذا كانت المشكله عندي هي الويت لوس، طبعا طبعا نتكلم في ايه، يبقى برضو جي ال بي 1 ريسبتور اجونست طبعا. بس زي ما اتفقنا هو عيبه السعر غالي وانه انجكشن بس، لكن هنعرف دلوقتي كل الجايد لاينز بتقول لو انا باخد ديوال ثيرابي او التريبل ثيرابي، لو وصلت لتو اورال دراج او ثلاثه وما فيش نتيجه، اول دراج افكر بيه جي ال بي 1 ريسبتور اجونست. ده انا بتكلم في عيان ايه؟ عيان ما عندوش كارديوفاسكولار كومبليكيشن ولا هارت فيلر ولا كيدني ديزيز. لو عنده ده خلاص انا ما عنديش، ما فيش اوبشنز. لكن ايفن لو انا عندي اديت مثلا عيان ما هوش من المجموعه دي وبياخد تو دراج وعايز ادي انجكشن، اول حاجه في الانجكشن مش الانسولين. الكلام ده كل الجايد لاينز، مش الانسولين هقول ايه دلوقتي، هو جي ال بي 1 ريسبتور اجونست مش الانسولين. في الهركسي في التسلسل الهرمي، طيب ما انا بقول ان انا لو العيان عندي، لو انا سواء يعني اللي هو الاي دي اي او الاي اس دي 2019 وكملت 2020 و2021، يعني هل كل الادويه هي لها نفس الايفكت كاثروسكلروتيك بروتكشن؟ يعني لما يقول عيان جالس عنده مثلا هارت فيلير، عنده مثلا ما يقدر انفاركشن ستروك او كده، هو اي حاجه جي دي بيورد ريسبتور اجونست؟ لا، في التسلسل الهرمي كان الليراجلوتايد والسيماجلوتايد برضو بتاع نوفو، ويجي بعد كده الاكزيناتايد يجي بحاجة تانية. لما ناخد في السوديوم جلوكوزكو ترانسبورتر الام ده قبل الدابة، ده ترتيبهم في التسلسل الهرمي. يعني برضو لما اجي افكر مش كل الادويه شبه بعضها، يعني الليرا بعد كده يجي السيماجلوتايد الوانس ويكلي، وبعدين بعد كده يجي الايه الاكزيناتايد اللي بعده تمام. في التسلسل الهرمي برضو بالنسبه للهارت فيلر او كرونيك كيدني ديزيز هم تمام، الامبا هو اعلى واحد فيهم والليراجلوتايد اعلى واحد فيهم برضه في المجموعه دي تمام. تو كونكلود في 2021 قالوا ايه بقى كونكلوجن 2021 لسه طالعه اول امبارح. For most patients who need to grief for efficacy GLP1 receptor should be first choice قبل الانسولين. هقول الكلام ده قبل الانسولين،
يعني. وفي دلوقتي علامة الدكتور أيمن اتكلم على الكومباينيشن من جي ال بي 1 أو الإكزانيتايد مع اللي هو السليكوا اللي هم خدوا قبل، لكن احنا عندنا هنا ليراجلوتايد أهو ده، وبرضه هم نوفو عندهم برضه الكومباينيشن ده. نشوف بقى مع دي الالجوريزم فور انتنسيفيكيشن. يعني ايه انتنسيفيكيشن يا جماعة؟ أنا قلت انيشيشن تايتريشن عشان بس الألفاظ. انتنسيفيكيشن إن أنا فشلت أوصل للتارجت تمام، وعايز إن أنا أضيف بقى دواء، أضيف أدوية اسمها انتنسيفيكيشن. أنا اديت ديوال ثيرابي أو تريبل ثيرابي وما عنديش إيه؟ وما عنديش نتيجة، بس أنا مش من المجموعة اللي هي تاخد كومبينج، مش المجموعة الأولانية تاني، مش بتوع الهارت فيلير أو كورونري كيدني ديز، ده المجموعة دي خلاص أنا هدي من الأول جي إل بي 1 ريسبتور أجنس تمام. الانتنسيفيكيشن المفروض ندي إيه بقى؟ ما احنا عندنا تو انجكشن، لا اما انسولين بيزل طبعا، بيزل انسولين. الدكتور حتى يعني محمود عمر الله يكرمه كان بيتكلم في الاول حتى ايفن في الهوسبيتال الموضوع اللي الناس اللي يعني ما اعرفش يعني نفسي بس اللي بيعمل سلايدنج سكيل ده نفسي اعرف ان ازاي يعني ضميره بيسمح له ازاي عايش ماشي في الشوارع ازاي سلايدنج سكيل ده من غير بيزل. يعني حد بيدي انسولين ماليش دعوه بالكريتيكال ايه اللي بياخد انترافينوس انفيوجن انسولين، دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه خالص. انا ببدي انسولين وانا بشوف عيان دي مهازل، عيان جاي لي ماشي على برانديال انسولين بس من غير بيت، انا مش فاهم ازاي. طب تعالى النورمال فيسيولوجي، هو ربنا خالق الدنيا كده ولا خالق انك بتطلع بيزل انسولين واكل ولا مش واكل على مدى 24 ساعه 50% من الانسولين سيكريشن بيزل، ولما بتاكل بيطلع لك شويه انسولين زياده من مايك النورمال فيسيولوجي تمام. فاحنا هندي بيزل انسولين ولا هندي جي ال بي 1؟ نشوف. هتسال نفسك سؤال مهم جدا، اما خلاص انت قررت اهو تدي انجكشن، انت عندك كومبيلنج امديكيشن للانسولين؟ يعني عندك ظروف قهريه تدي انسولين؟ يعني الانسولين ابسوليوت امديكيشن ولا لا؟ نشوف امتى لازم ادي انسولين، ما في معلش تفكيرات، نشوف الاحوال. اول حاجه لو الهيموجلوبين ان سي اكتر من 11، ناس بتقول اكتر من 10، او الفاستنج اكتر من 300، او العيان جاي لي بكتابوليك مانيفيستيشن ويت لوس وبوليوريا بوليفيجيا جاي عمال خاسس شبه تايب 1 كده يعني تمام. وطبعا ايرانيا وآية هتتكلموا كمان شويه على الموضوع، صعب قوي اسمه كيتوزيس برون، موضوع بقى يعني ايه مش ربنا يسهل كده ويشرفوني فيه، انا حطيت ثقتي فيهم ربنا يستر. هيتكلموا بعدي يعني بعد الدكتور ايمن يعني بعد الدكتور محمود عمر وبعدي، او عنده كيتوزيس ومش كل واحد كيتوتيك يبقى تايب 1 تمام، لان في ناس فاهمه كده ان الكيتو اسيدوز دي تايب 1، اهلا وسهلا مش مشكله يعني تمام. جالي عيان سكر اكتر من 300 فاستنج، هيموجلوبين اي 1 سي معدي 10، او عيان عنده بوليو بوليديبسي او كيتوز، ده لازم ادي انسولين خلاص. بعد كده ممكن اضيف جي ال بي 1، اضيف جي ابل، او اشيل او اشيل الانسولين خالص وامشي على الاورال ممكن، يعني حاجه ايه بيسموها جلوك توكسيستي ولايبو توكسيستي، لكن انا بتكلم في الحاله دي انا لازم ادي انسولين. طب ما عنديش بقى ده خلاص، عيان سكره مش عالي قوي، عيان مش حاسس قوي، عيان ما عندوش كاتابوليك سيمتوم، يبقى اول حاجه افكر فيها فين؟ الجي ال بي 1 ريسبتور اجنس، كونسيدر الاها شود بي كونسيدر ده جي ال بي 1 ريسبتور. طب لو انا عندي اقلام انجكتابل نوفو عندها ده كومباينيشن من جي ال بي 1 مع بيزل انسولين، انا ممكن ادي تمام، او ممكن ادي جي ال بي 1 اهوت قبل الانسولين اهو، كل الجايد لاينز قبل الانسولين تمام. جاب نتيجه ويلاند جود ستيل اباف ذا تارجت، هعمل كومباينيشن من اثنين دول مع بعض بيزل انسولين مع تمام. ستيل ما فيش نتائج، ممكن ادي حاجه اسمها برانديال انسولين بقى قصه ثانيه، بس احنا عشان ما نتشعبش في الموضوع يعني انا بتكلم في تشويس اوف ذا بارنترال ثيرابي او انجكتابل ثيرابي، فعيان مش جايب نتيجه على ديوال او تريبل اورال هبدا ايه؟ ما عندوش ابسوليوت انديكيشن جي ال بي 1 اللي هم ايه ثاني؟ اثيروسكليروتيك كاردوفاسكولار كومبليكيشن او هاي ريسك او هارت فيلر كورونري كيدنيز، ما عنديش ده، دول خلاص انا هبدي واتبر حتى لو وصل التارجت احنا قلنا قبل كده. طب ما عنديش ده وانا هختار، اختار الجي ال بي 1، امتى اختار الانسولين؟ في الانديكيشن دي اديت جي ال بي 1 وجاب نتائج ويل اند جود، ما جابش نتائج هضيف معاه بيزل انسولين، ما جابش هضيف بقى برانديال انسولين، دي قصه ثانيه بقى معاه. اوكي الترتيب كده ماشي كده تمام. وناخد بالنا ان ليراجلوتايد بيشتغل اكتر على الفاستنج، يعني برضو احنا عشان بس ما نتشعرش في الموضوع لازم كلنا نبقى عارفين ايه الادويه اللي بتارجت الفاستنج او بادريس الفاستنج وادريس بادريس البوست براند، يعني لما يكون البوست براند هو اللي عالي اضيف ايه، ولما يكون الفاستنج هو اللي عالي اضيف ايه تمام. هو طبعا كل ما صلحت الفاستنج البوست براند بتصلح، ده طبعا مش يعني عشان كده ضبط الفاستنج اهم من البوست براند في الاول،
لكن جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هي الراجلوتايد والانسولين البيزا الاثنين بيشتغلوا على الفاستنج اكتر من بوستبرام، بيشتغلوا طبعا الاثنين بس بيشتغلوا اكتر على الفاستنج. تمام، ما جابش بقى نتيجه، هنعمل حاجه اسمها اد بيزل. اذا كنت ماشي على جي ال بي 1 ما جابش نتيجه هنضيف بيزل، ما جابش نتيجه هنعمل انتنسيفيكيشن ثيرابي. بعد كده هنيجي بقى لشكل الايه، احنا شفنا الجي ال بي 1 العادي الطبيعي، كل اللي عملته نوفو ان هو غيرت شكله شويه. تمام، هي مشهوره قوي في الانوفيشن بتاعها، بيجيب حاجه اسمها جلوتاميك اسيد سبيسر وبتضيفه على فاتي اسيد، حتى كل الانسولينات بتاعتها كده. دي يعني مثلا ما ناخد مثلا الايه كل الاسبارت اللي هو الايه مش الاسبارت متاسف اللي هو الالترا لونج اكتنج انسولين. تمام، اللي هو ايه تمام، لا مش الجرار، زعلوهم وده كلام يا جماعة اللي هو مين تريسيب. تمام، دي كل ده. تمام، ده برضو قصتهم كده. وبرضو الايه الديتامير الليبيمير نفس هم عندهم الحتة الانوفيشن دي، عندهم حتة ده هي الجلوتاميك اسيد سبيسر ده وحطوا فيه فاتي اسيد ده خلاص كده. ده شبه 97% هومولوجي، يعني قريب قوي 97% من النورمال جي ال بي 1. عمل ايه القصة دي بقى؟ ريزيستنج الافكت بتاع دي بي بفور ايه انزيم ده، وفي نفس الوقت كيب البيولوجيكال افكت بتاعه. هو كل الفكره غيره 3% من تركيبه، فما عادش بيتكسر بمين بالايه بدي دي بس خلاص، ما عادش بيتكسر بقى ايه لونج اكتنج. تمام، ايه هو الفيكتوزا اهو اللي هو اللي راجلوتايد. تمام، مش عارف شفتوا الالم بتاعه ولا لا. تمام، طبعا احنا قلنا الضابط كنترول مهم، احنا قلنا كل 1% 1% ريدكتور في كل A1C بينقص المايكرو فاسكولار 37 والاثلس كولار 14. قلت لهم دي في الشريحه اللي بتاعنا اللي قبل كده، هنعدي بقى الكلام ده. وده برضو اهميه الجلايسيميك كنترول. طب ده لما اكسترابوليت ده هينطبق على الليراجلوتايد؟ شوف في سيجنيفيكانت ريدكشن الهيموجلوبين A1C، طبعا الازرق ده 1.2 وده 1.8 ريدكشن. شوفوا بقى قد ايه بقى وات ايفر البيزل هيموجلوبين A1C مي بي في سيجنيفيكانت ريدكشن الهيموجلوبين A1C ان كومباريزون بقى مع اي حاجه بقى، حطوه بقى مع الميتفورمين، كومباريزون مع تي زي ديز، كومباريزون مع الانسولين، كومباريزون مع دي بي 4 انهبيتور، كلها حاجه اسمها ليد ستادي ليد 1، مش مهم مش هندخل في تفاصيل كتيره. وات ايفر بقى الكومباريزون مع اي حاجه حتى ايفن مع الانسولين، يعني هو دراج فيري افكتيف بيعمل سيجنيفيكانت ريدكشن هيموجلوبين اي 1 سي. والبرسنت اوف ذا بيشنت اللي بيوصلوا برضه التارجت عاليه جدا برضه، وات ايفر بقى اللي هو الكومباريزون مع حاجه ثانيه او الاستادي فيرسس اي دواء ثاني. يعني تمام، احنا قلنا الصبح ايه مشكله اي تايب جراسيميك كنترول؟ حاجتين، ان الويت هيزيد والهايبوجلايسيميا. طب هنشوف هل ليراجلوتايد يقدر يظبط السكر من غير دول؟ يعني يعمل منه ريسك اوف هايبوجلايسيميا ويخسس كمان؟ إذا وصلت لحد كده بحاجة كويسة أوي. أهو نشوف القصة دي مع بعض. الهايبوغلايسيميا طبعًا اتقالت قبل كده يعني لها حذرت مش بس على الشورت تيرم، على اللونج تيرم. يعني الهايبوغلايسيميا هو الموست دريدفول كومبليكيشن، لو قال لي اختار أسوأ حاجة في السكر في ككومبليكيشن ثيرابي يعني هي الهايبوغلايسيميا. طبعًا مشاكلها كتيرة مش هندخل فيها بقى دلوقتي عشان الوقت. طبعا الهايبوغلايسيميا في كل الليد ستادي، كل الستادز اللي اتعملت كمونو ثيرابي كاد اون كديوال ثيرابي كتريبل وات ايفر، تمام، الريسك اوف هايبوغلايسيميا كانت قليله. ليه بقى؟ زي ما اتفقنا انه بيزود الانسولين بايه؟ بيزود الجلوكوز بايه؟ او زود الانسولين متاسف بجلوكوز ديبندنت مانر. تمام، يعني الهايبوغلايسيميا في ريد، عشان كده في رمضان مفيد جدا لو يعني حتى نبدا فيه من دلوقتي مش مشكله. برضه الهايبوغلايسيميك ايفنتس في كل الستادز اهي في الليراجلوتايد فيرسس حتى الجليمي برايل كلها طبعا في صف الايه؟ في صف الليراجلوتايد الهايبوغلايسيميا قليله. تمام، الويت لوس طبعا. تمام، لما هنقارنه بالكنترول جروب او هنقارنه بالعيالين اللي هم بياخدوا جيلك يعني سلفونايل يوريا او بياخد دي بي 4 انهبيتور، طبعا هو ويت ريديوسنج دراج اصلا كمان، يعني حتى ايفن في النون دايابيتيك بيش. يبقى عرفنا بقى ان هو بيعمل تايب جلايسيميك كنترول ومينيمال ريسك اوف هايبوغلايسيميا وويت ريدكشن، يعني هو بيعمل المعادله الصعبه. الانسولين بيظبط؟ بيظبط ما حدش حاجه، بس بيعمل ايه في الويت؟ جه في الويت بيزود الوزن. طب بيعمل ايه في الهايبوغلايسيميا؟ ريسك هايبوغلايسيميا. عشان كده هم حطوا الجي ال بي 1 قبل الانسولين، وفي نفس الوقت كمان لو كارديو فاسكولار بنفيت مش ليراجلوتايد ده في هنشوف الليدر ستادي بيقلل اول كوز مورتاليتي وبيقلل الميس وبيقلل الهارت فيلر وبيقلل كل ده، يعني هناخد دراج ونفرو بروتكتيف افكت، كل الكلام ده مش موجود في الانسولين. يعني هم لما غيروا الجايد لاينز ما غيروش من الهواء. تمام، مش او كده راح صحيين من النوم قال لك والله انا مغيرين. تمام،
السويتش ستادي اللي انا قلتها ان انا بغير الثيتا الى ليه راجل طيب تمام اهو البودي ويت اهو طبعا واضح ان هو قال انا ما عنديش كتير خلاص ما تقلقوش تمام. ربع العيانين بتخس في 26 اسبوع 7.7 كيلو يعني برضه نسبه كويسه نسبه كويسة. طبعا مع الساكسين ده بقى اكتر بقى بكتير من كده يعني تمام يعني هو هيخس وبرضه زي ما اتفقنا في الهيريكاسي كان السيما جلوتايد قبل الجلوتايد كويت ريديوسنج دراج احنا قلنا في الهيريكاسي في كرونيك كيدني ديزيز او الهارت فيلير او الكارديوفاسكولار كومبليكيشن كان الليره قبل السيما جلوتايد لكن كويت ريديوسنج السيما جلوتايد اعلى تمام اوكي. دي طبعا الليدر ستادي بقى اللي هي وضحت قد ايه الكارديوفاسكولار بينيفيت من العيانين اللي بياخدوا ليراجلوتايد كانت حوالي على 9000 عيان نصهم خد ليراجلوتايد ونص ما خدش وعملوا فولو اب للعيانين شافوا بقى قد ايه اللي هو الكارديوفاسكولار اوت كام 13% ريدكشن للحاجه بيسموها الميس الكارديوفاسكولار مورتاليتي والمايوكارد نون فيتال مايوكارد انفاركشن ونون فيتال ستروك دي اللي بيسموها الليدر ستادي كارديو فاسكولار ديث قلت بنسبه 22% الاول كوز ديث قلت برضه يعني معناها انه بيأد بنفيت مش بس ان هو يعني هو ويت ريديوسنج دراج وبنسكفر سيميا فيه قليله وان هو افكتيف وكده لا نيجي بقى لحته النوزيا ودي نقطه مهمه هو مشكلته فعلا بيعمل نوزيا وده لازم يعمل ده ولو ما عملش ده ما اشتغلش لان هو لازم يكره العيان في الاكل لكن بتبقى مينيمال ما بتعملش ديسكونتينيوشن للدراج وبعد شويه بتنتهي تمام يعني عشان كده بنبدا ب 6.10 مللي جرام وبعد كده بنزود ل 1.2 او بنزود 1.8 ما بقاش الاول حتى في الساكسين ده احنا بنعمل كده برضو بنبدا بنعمل اسكيليشن للدوز من تحت لفوق ده اذا كان هيعمل نوزيا يعني تمام لكن ما هياش اي ما فيش فيها اي مشاكل بالمقارنه برضو بالسيتاجليبتين ساتسفاكشن اوف ذا بيشنت لما قارنه ده بده يعني بياخد ده لقوا ان ما فيش مشكله مع الوقت اللي بياخده ده زي اللي بياخد ده في الساتسفاكشن والكونتينيويشن والادرنس للدراج ما فرقتش كتير على الكلام ده يبقى هو بينقص الهيموجلوبين اي 1 سي مارفلس زي الانسولين تمام في الليدر ستادي نقص الكارديوفاسكولار مورتاليتي والاول كوز مورتاليتي والميز بنسبه واضحه تمام الويت ريديوسنج دراج تمام اوكي وفي نفس الوقت هو كارديوفاسكولار بينيفيت يعني له فوائد كتيره جدا يعني ليراجلوتايد او الفيكتوزا فيري افكتيف الجدول ده انا حبيت اجيبه في الاخر كده لطيف احنا عايزين نشوف الادويه دي كده علاقتها بالجلايسيميك كنترول والكارديوفاسكولار بينيفيت هنراجع كده مع بعض والايه والويت والهايبوجلايسيميا السلفونايل يوريا كجلايسيميك كنترول ايه رايكم انترميديت ولا هاي ولا لو السلفونايل يوريا انترميديت تو هاي اوكي كارديوفاسكولار بينيفيت قد يضر قد هو نيوترال بس قد يضر لو حابب اعمل هايبوجلايسيميا الويت بيزود طبعا الهايبوغلايسيميا فظيع تمام السي جي 2 جلايسيميك كنترول ضعيف مش قوي تمام كده لكن لو كارديو واسكر بينيفيت ديفينيت ويت ريديوسنج اكيد ها الهايبوغلايسيميا مفيش دي بي 4 انهبيتور جلايسيميك كنترول برضه كومبارابل له يعني من الادويه مش قويه في الكارديو كنترول الا اذا اتضاف مع الميتفورمين تمام كارديو واسكر بينيفيت نيوترال انه تيكوس ستادي مش فارق كتير ويت نيوترال الهايبوغلايسيميا تقريبا ما فيش الفيكتوزا كغلايسيميك كنترول كومبارامول للانسولين كارديوفاسكولار بينيفيت فظيع ويت ريدكشن هايبوغلايسيميا مينيمال نمشي مع بعض كده ونشوف تمام اهو اوكي احنا قلنا طلع مظبوط ولا لا مين الموبايل شغال خلاص يبقى هي فيكتوزا فور ايفر للجميع تمام ويت كنترول مفيش هايبوغلايسيميا طبعا دراج له كارديو فاسكولار بينيفيت نيفرو بروتكتيف كارديو بروتكتيف دراج مفيش فيه هايبوغلايسيميك اليمنت على مستوى الكدني على فكره بقى الفرق بينه وبين الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر تحت 30 ما تتاخدش تمام خلاص ده بيتاخد لحد 15 وفي كلام على الدايليسيس بيشنت هو بيتاخد في الاندستيجنال بيشنت يعني حتى كل درجات الرينال امبيرمنت يتاخد فيه تمام طبعا غير ان هو ويت ريديوسنج دراج اتفقنا الليفر تشايلد سي ده ايه على طول انسولين نخلص مايل تو مودريت يعني تشايلد ايه وبي ده اوكي مفيش مشكله انما تشايلد سي ده خلاص محدش يفكر اصلا
يعني دي ما فيهوش نقاش يعني، تمام، ولا حد قال عليه حاجه. في البريجنس طبعا ما لهوش كلام، ادي شكل الايه الانجكشن، تمام، عنده 6 من 10، 1 و2 1 و8، هنبدا بده، ما جابش نتيجه لده على ده، طب بس كنت دريتد يعني الماكسيمم دوز كده. اذا وصلت لثلاثه بقى ده قصه اسمها ساكسندا، دي قصه بقى تانية مش تبعنا النهارده يعني. فاسم، متشكرين.